سياسدان غدا او غلينا مرك رئيس الوزراء حمزة عبد البرع ما انت ايو ربي انو اادو ودنك مصر سي علميس اولا سعيدو بهوينتا من يرادا اي او نصطو لكن مهد محمد صلاة با وحو يري ايقا ما تقايسيد وان اسراعينا ما لانت برع ايا اقر شايسان ما انتو حلك وريجي مهد صلاة سنبلو الشهود بي ان ما لانت برع اي كدقان ودنك مصر هذا هو مهد صلاة محو يري حمزة عبد البرع واسراعينا ما حاسك قالي صوتا كل شيء جاية حمزة عبد البرع حاس كيسي عرورتي سي وحا جوري سيي ويلد جيهين ما هاد محمد صلاد جوري جو كله جاي مصر هرت ضد كنا يتاس وقعدان وا ما هاد صلاد جوري أي سي سي دولة دا مصر أيه وحكوية لا قاهرة جوري جاسي وحا ود الدجن ما هاد صلاد حاس كيسي عرورتي سي حمزة عبد البرنا ما يشاسا وحلقة سي جوري معني وحلقة سي ديجان اسكو جوري بي دقيهين جوري ما هاد صلاد ايو كرفول كوي هاي رئيس الوساري حمزة عبد البرنا حاس من وين تي عرورتي سي مر هاد دي سيدا ستاي مركا عجلة دقالان كو جو حلين ايا ايان دويد حسن شيخ محمود ايو ما هاد صلاد مركا اسكو دعايين او حسن اسوا الكاميرا دا او تقايي نيسا او لا ترتيراي بلاي بين تبدن بين بدن هاي ميا معاك صوت تعطيه اللي بين عبد الله بين تان مش شيء ها بين تان صحتها شيء قديم أما وحده حتى صار شيء قدام بين شيء قاي حمزة عبد البر هذا نوع حد هذا أنا وحنا كنا حمزة عبد البر جوري جم ما هاد صلاة القاهرة أيوة دقيني هاي عرورتي سحاس سومدين أنا وحد هذا بارك اسم رئيس الوزراء حمزة عبد البر قبر دقلي مرفلا أمي يرى ما قبره مرك إسكو سوى ذا إسكو سوى ذا دوب أيان دويد مركا مركي ما هت يا حسن أي قرط يسوق جلين وح نحجلي حمسة نحجلي يعني إذن هاي حمسة هو بحي وحير قتان أنا جلي مدح ويني حسن وحو كيري ورنيا ونن كان هدي هذا حلك كيني كرين حلك قاده هذا كان ربع سيدي أين النقطة حلك أنا حمسة يوسيري دي سك قاده موت إلا أن قرت مركو جلايي حد أن أجادي محو أجلي عن إسلامي قرت قرت وحو أجلي حمسة مرنا حفيزك ما تصلى صلبته وقول درباع حي وحوي حمسة حاس كيسي عرورتي يسي قرق ما تصلى هذا دقيين إلا ها أوكي مركني كان جاكاد إن لقاك هذا ما بقى أقلين بقى حمسة عبد البر ما شاء الله قلت نرباح ديار رالي وها وهي غضب كاسي ساقا واريس لفهمني مركا وحو الربا ما هات صلاة ما دام حاسك حمسة إيا حاسكي سي إسكو قوري جوغان إي دقيهين قوري سي أي ودا جوغان إن حمسة أوسان كاقا هرمر النقير وهي وهي قد بينا وحانو قد بينا عيارت ساد مودين ماهل أنا عاو سر بدنا إذا سينا سياسة سيسو ريجي هرت الدقال كحسن شيخ محمود إيا مهد صلاة حقيقة النقضي وحي مدقي حقيق أي سنسود دقالين با هرت الدقال كي حقيقة دي وقدن بيسو النقضي قرح يدا هدا مرايكن كو كدقا يو وحان أردن ما دام حلكي وريجيي دي كان شباب توصو النقضن رباو واعي قرح يدا هرو ديار سدي مهد هبين هوري فقي إيو نكالي رادة العدالة إيو مكو أفورين قرس بالي مقايد كتال إسلاماركينا قرح مكدعي مالوغو باباي حالينا معني الشباب ماركيسي محاضروين مكاقبتين لفولي سوسيري هادي ويسكو حيرانتاي وهي اسكو سوودا دوب مارك ماهد محمد صلاة وحو تقي إماراتك عربتا أيان دوي
سعيد دني هذا إمارات كوجرا يسجن أنا وح قرصون أنا كوشة جاية إمارات كم حوك سوق الطي وحيري أنا جو وحن ربعنا نقل مدق مدحوينا وترتمه إمارات أو حسن شيخ محمود ما يسكون عدين ها أنا أبدأ بضع فرت كسو قلنا أي يقول تاجرة إدسا إن أنا قل مدق مدحوينا كان نقضه إمارات كوحي كوير هذين That's fine. لكن مركا وغور ريسا إسا صوت دياري جاقادان أهي سيدنا صوتي مركا اسكدب أيان إسو ورمينا سعيد عبد الله الدني إيا مهد صلاة ويحريرين سعيد دني وحير مهد صلاة مدحويناه قل مدق ويلكم وصوت ترتن دك دك محود دني ساس أولي دني منين كان الشباب كأه أيو أقول يا مايا عشر كو أدقيا اسكجر حسن شيخ محمود أحمد عبد كاري قرقر وحكيري قرقروا إلا إيه اللي بضع كل لحي اللي بعطنك الجو اللي بضع كل لحي اللي بعطنك مركا لقارو أنا قوة مدح وينا فدرالك يو أدينكو مامل قبل يديد هل مر أياد دورة شكو أكسيدنتي عن قبنينا كو أكسيدنتي ما تغنى واح اسكو مردعة ون داي محيطة ون داي فور اكسامبل مدح وين ياشا مامل قبل يديد هل مر أياد لوضا دورا and on the same day سلمالين تاس بارلمانكا شعبكا دورا ويا بارلمان على صوت دورا مدح وين قبل يدورا عين ماهن مدحوينها يحلدبان كاستيت كحلدبان هذا استيت يده قبل هذا one day الله وضع دورا مدحوينها فدرالك يحلدبان هذا فدرالكنا سيدي تركي قاكله ومدحوينها يبرلمان كهل مرة وضع دورا ناي هل مرة الله وضع دورا بلاس كونسيل هذا أما دقودة مجالوينك دوق مجالدة بيدابو دوق مجالدة كسمايو دوق مجالدة دوسم الرب دوق مجالدة شوهر أوكله يجونا the same day هل معلم بقى واحد دور شدو يسكون عيسى مدحوينا فدرالكا بارلمان كفدرالكا مدحوينا استيتكا بارلمان كاستيتكا يدوق مجالوينك warka ma ku dhacay okay sidaasi marka uu leeyahay xasan sheekh maxamuud saleeban wuxuu u sheegay saad idin iman maayo lugooyo miiran waay ayrna ana ma weelinaay xaniyaha marka aan ka siibo ya markaas ka dib qorqor ha idin joogo ama qof kale oo macni saleeban ah أيان أدي بايا ماشاس سرورنا إذن إيمان ماي Can we go together أنا وحبا قرين ماي That's why تاسان السبب أوه إن عير أو بودو مهد صلاة أو بودو سلامان حسن أو صعبيان شاب 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 هادا That's why سمبلول شنك إدهان أي سلامان أي سودو وينين هادا سودو سمبلول شي سودو تليا في عن سودو إيليد صوبات سلادين عيرا ماهن ننحو الله محي يقص عبنا أيان صوت واتاس هدو وقت حسن قرقور مرة بقى مايا حسن محور ربا هدي لبادة كل لحي لبا تنكا إنو قطع التاسي دقو ربا وحور ربا ودواء إنو ماشي جيستو وصدح ذا حسبي وسميي متك وطو قدومي كأ هذا أدواء واتقانان وصليبان ووسير كي أرماه قداه رتيرم كير ودم الجديد استجو حر ربا كرسي جل مدق إن صليبان ومعني جيو أي وتشوجو لكن صليبان كأو ربا إنه جينا وأدواء صاحب كيس قرقر إنه ماشك بح النبض إنه ماشك بحده the same نمن كان عير كأمهات صلاة أو تي هذا ديريت كلا جادينا
hubkii iyo rasaastii nisa wixii oo dhan ma urursaday lacagtii ha xasan wuxuu yiri lacag soo celi hadda hubka soo celi adaa lagu dhahaa buu yiri anaa lay dhahaa miya ahaa okay wuu ka aamusay danta uu leeyahay maxay tahay danta uu leeyahay waxa weeye inuu waqtiga laga dhumiyo uu tabar dhigo lacagta laga dhameeyo maad salaad xildhibaan ma haayo wax ma haayo cayr iyagoo ma arkayse waxba gacanta aan ku haynin ilan mahad keliya ku tashanayaan hadda banaan cidlaa inay soo istaagaan this is the policy haddaba siciid cabdullaahi deni xasan sheekh maxamuud qorshihiisii in 2026 qorshaha hadda uu samaystay dastuurka si uusan u hirgelin uu ula dagaalamo deni qof walba oo xasan uu kula dagaalami karo qorshahaasi uu ku fashilin karo ayuu isticmaalayaa isagana what does deni do deni muxuu samaynayaa marka wuxuu samaynayaa mahad salaado welcome waxaa ku dhahdaa xasan sheekh maxamuud doorasho galmudu waa inay dhacdaa waa inaan ku tartamnaa dhe marka siciid deni isagu dantiisu ma ahan mahad inuu soo baxo iyo qoorqoor inuu soo baxo cidda soo baxaysa isaga intereeskiisa ma ahan siciid deni waxaa u interees ah xasan 2026 doorasho qof iyo codo isku mar ridaynaa dastuurkan uu qorqortay inuusan u meel marin ee uu ku sanduleeyo hadda in galmudug doorasho ay ka dhacdo galmudug hadday doorasho ka dhacdo marka hadda oo doorasho dadban ay ka dhacdo xasan sheekh maxamuud 2026 ma dhihi karo doorasho dadban ma ogoli marka can you understand it meesha laga dheeraayo ma fahmi kartaa xasan hadda haddii macnihii maamul goboleedyada 2026 inoo ballan ah haye doorasho co-accident ayaa dhacaysa oo qof iyo cod ah state-ka iyo federaalka haddii ay haye dhahaan geerka waxbaa u galay laakiin now haddii galmudug doorasho ay qabato isteedyada kalena way qabanayaan waa battlefield hadda sidoo kale 2026 marka la gaarana xasanow saaxiib bahasha sidaan kugu dhiibnay bay taagan tahay iska soo wareeji teendhadii teendhadu way xoogaysanaysaa markaas saaxiib aniga maalin kuma darsan haddaan ahay puntland sow ma ahan okay extension waan jeclaa laakiin sharcigaa ii diiday maamul goboleedyada waxay qabteen doorasho dadbanay qabteen adiga keligaa maa qof iyo cod qabanahay yaa u qabanaysaa isteedyada hadda hadday isdoortaan maxay xasan uga baahan yihiin 2026 xasan sheekh maxamuud oo waqtiga ku dhammaaday iyo isteedyada oo macnihi waqti fresha haysta deni oo 3 sano usii dhiman tahay maxaa looga baahan yahay xasan sheekh maxamuud lacagaa lagu guraayaa hawiyaha hadda dhahaya farmaajah naga raalli ahaado kuwii shalay caynaayay dembiyaan ka galnay ayaad ugu daadanahay daaqadda to be honest inta aan loo daadanna uu caqli badan yahay teendhada diyaar waa yuu leeyay marka soomaali waxay rabtaa diyaar inta ka horraysana garowa shir baa kasii socday ogow for that instance marka siciid cabdullaahi deni wuxuu leeyahay mahad salaadow ninkan hadduu abaal kuu galaayo hay-adda nisab macnihii kaama qaadeen maxaa wasaaradda arrimaha dibadda loogu dhiibo ay saleebaan ma taqaanaa saleebaanka galmudug ayuu u kaydsaday xasan sheekh maxamuud ee laakiin sida uu rabo warkaa ku dhaco warkaa ku dhaco mahad salaad ma arkaysa ma degay haa okay deniyaa isticmaalaya imaka hadda wuxuu leeyahay mahad marka wuxuu leeyahay hadda doorasho waa in galmudug ay ka dhacdaa say uga dhacaysaa macalin maxamuud iyo sheekh shaakir dadkay isdiidanaayeen aad ogeyd oo macnihii shaabadaynaya shabaab inuu yahay cadaynayay maanta way wada jiraan maxay ku wada jiraan in lagu cadaadiyo xasan sheekh maxamuud iyo qoorqoorka hadda heshiiyey qoorqoor dhihi maayo isaga qoorqoor dhama rabee inuu kasii booduu rabaa saleebaanka iyo xasan sheekh maxamuud hadda oo macnihii dhiindhiinka isku ah ya in lagu cadaadiyo doorashada la qabto waqtigu uu dhammaaday.
يي دن اوغو جيرتا ماركا سعيد دني دنت دني او كلي مخيتا دورشا دحداي هي ددبن حسن او 2022 كخغينا ودا حدنا سو حاضر دورشا ددبن حسن و خربا گلمودو هدا دورشا انيسن كدحين وقتي او سي سيتا ديريو ما تلاد لعقت اي كدماتو عيركا ايو كولي كوان دمع او كغه جيرو اي كدماتو ماركاسي كديب يعني labada kun lix iyo labaatanka marka la gaaro qorqor oo boorsadaad iska qaado odowaayo u iful qof iyo cod qorshi sidaas uu ku hirgalo dani marka hadda imaraadku tagay markii maad salaad imaraadku u tagay kadib maad jagada iska soo dhigay la yiri Soomaan dani imaraadku tagay hadda imaraadku jooga wuxuu ku yiri al imaraatu al arabiya shaqadiina aan bilaabayna galmudug doorasho waa inay ka dhacdo ma taageersan tihiin naam يا رئيس دني وركوا وكل عيب عنهم لا ينايا وهي دور الشغل هنا يكبر عيسى وحد دليل كوجو فلان already ليس سجاشن يكود يحلدوان ولا صوب بس قرينايا قال مدوك وقبل ينص نص كوا مدوك قبل كان نص مدوك سرور لحلدوان برال كودو صعدا شيخال شن حلدوان سعد تضبي حلدوان قويس صدح حلدوان 0.5 ama beelahaadan wadaag shan xildhibaan gobolka galgaduud ayir lix xildhibaan saleeban 7 xildhibaan dudubli 8 xildhibaan murusade 12 xildhibaan waaysle 8 xildhibaan mareexaan 16 xildhibaan dir 8 xildhibaan 92 xildhibaan haday socotaa meesha ay ku joogtaa ciyaarta marka حمسة عبد البرة أيان أقلاية هرتا هدا عيارتي فيلا صوماليا لباي أكلا صفتي باش وحالو أكلا صفتي تيم سودان دادكي سودان وحكو صوبرتي إيه تيم مصر وحي مصر صوفي هالنقدانو إخوان المسلمين هالنقدانو الاتحاد هالنقدانو تبليغ هالنقدانو وحي مصر كي ماذا وإسرائيل وحي السودان وحي كسوا برتين وإسرائيل ساسا الله كلا جميع بف قضب كاسوا إيقا هيسا حمسة عبد البرية مصر ميا مس السودان حمسة هاي يمن وإسا كام عبنا كما صبحين والشهادة كما يستعى ضد وحي أمالي قاروا عن داي دكتور حمسة دهاي حمسة عبد البرية كام عاد كما بحين حمسة عبد البرية واجي هوري معني كام اسكول كسمت وحسن شيخ محمود او جوجو ايو علمها قرانك او كدغيسه جيري قرانك ما شاء الله او يقانا قرانك اسغو كدغيسناي حسن شيخ محمود ترجمانك او نوقدي marka arabiga arabiga marka timirta la dalbanaayo oo arabta been loo sheegayo ninka macni warqada timirta lagu dalbanaayo macni arabta video waa loo duubi jiray اولاد انت ماشي على صفه اسكولك لا دو حسن شيخ او قد بدينايا نينك ترجمايو اها معني حسن شيخ محمود و اها ترجمانكيسي لغه عربيه بلداننا بلداننا او ترجماي حسن مركو و خيرنيو افك عربيه وا كورونتاي بي و في عنت هي ما تصفي عن اسو برت جامعات ادب مركا يمن مركاسو اادي لبا سنه او كرود او كورسو سو قاطي شهاده ما وته عربي سفي عن أصابرت مرك ترجمان كي يجيب هاي بالير إسق ورطة حمسة شقدي ساسة يا هيد هذا ما فهم إسا شيء صدى إسلاح هذه الجرين معني تمرت إسلاح هذه الجرين مال هو سي إسكرا صوب بلابين ما أعرف تسوي رهر مرك خارد صوب بندق على دلك مال فوق بالله كأنه يا دت كانوا حوي مال فوق التمر نحن جوعان التمر نريد وقوة في الصومال نحن جوعان كثير ايو ترجم جري ايو ورقده كو قري جري ها هذا جوعان كثير نحن تبعانين وحاسو قري جري حمسة عبد البري ترجمانك حسن شيخ محمود حسن واثق انا محب لا يشيغا دتكون نف نفتا كبخي ربتا دتكو وي دمهو هي دتك رفادا كو دحاي وشيك دتك هدا ما عرفت فقه في انجليزي لو ترجماي ها لعقت بس وفهمها اياها دينار يا وحولاي هي معني 1 مليون واحنا عاسولاي ما هي 2 دي لبا دي هلا تو ووسير كاك ارمها دبدا ساوي هذا ما فاهم ايسا حمسة عبد البري ايسا مركا معنيه
وحو كفعنا حسن شيخ محمود مركو دلدلمه اف عربيغا بلايو شيخ جرى حسن شيخ محمود قاجا لو رفاغو يا دادكو وي ددمهو يا انت ما هيسنو اولادانا هينا رفادانا غلي ودا اغو من واي يتيم واي هويو ينكو دا اخيري جيران شيخ شيخ امو جوعان اخيرا ها ابو في الفردوسة جنة جنة ها ما فيش بخار حبة واحد موفى وح يا له بخار كريراته مجرو هل حبة موفى حتى اكو مجرتو ها وهذا جدا كرسي انتو معني دب كشدو وموفى دول ساراي ما في تنار تنار ما هيسنو كرسي غانا نغا نبقى كرسي برعة دب انتو كوشدو مساكين تان كرسي غانا وقشدينا موفضة إلهي بأن لأك وإلهي كل ما أقمي عنا بين شيقيس حسن شيقو إلهي بأن لأك ها والله 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 أولي حمسة عبد بالرسالة خائن خائن الوطن خائن ها خائن ويا حمسة عبد البر وأنك دور شدي ما أركي سيك اسمايو لها إن جوبلاند دور شأي قبصتك اسمايو محني دستور كفدرال كان نوفة صحي بنتلان إنك دور شأي قبصتان هذا دستور كفدرال سوف صحي مايا مرك أو ميلان إنك قبصت دستور كفدرال كوف صحي مايا ميا هذا ما فهم إيسا هذا ما فهم إيسا مركا نينك كرسي قد تنار كتك تاي عربت سيداس أسوراي كي أترجم أيوة حمسة لغوشي غاي هذا ما فهم إيسا دتوري ويري لا بس أنا كارسو أدري وحيري اللغة العربية قريبو جوجاي بارقانابي كورنيل ماشان السويدن دقن أكوهاي يمن أو ماركيس ماشان أي دقين ريروهود هذا ما فهم إيسا ماشان سو جوجاي لغة عربية إساقو معلم دكسي أصفي عن أصاب برطي ترجبان كرسمي جاي حسن شيخ محمود النقضي لغة عربية حمسة عبد البري هذا ما فهم إيسا هرتصاصو كوي مادي هذا نوحي إسكو تيم نقضين مهد محمد صلاة إسلانتي سي وين حمسي مي يرادها شيقينة دنبي واحد حيسكو ديرينة رايرها إسقضا معني إسلانتي سيوين وعرور طوهيس إلهي هودهي المصر ماليات بوهي مهد صلاة قريقة مصر أي سيسي أي قاهرة كيالة ماشاسي أي لدقنتهي قويسك مهد صلاة مركا حمسة عبد البرري عرور تيسي حاسكيسي قريقة مهد صلاة بيدقين هبدا ناو أنقول الله تاسانك كلفتي isagoo maanta rabay inuu baxo in mahad uu dhaho maanta xil wareejin aan sameynaya Brito Land horta nimanku waa noocaas karkar ka maaragta ciyaarta maaragta ya ha imay sida la isu gaaday maaragtay ha imay damul jidid marka sheekadoodu way soo xumaatay way soo burburaysa hadha hadha weeye looba laga soo iibsaday jarmal أريبا لغسو إبسدي جرمل بلدوين لغو قبطي ديالادا لصو ساري سي بنتلان إدقلي مرفلة مايلان لغو سحرو وحي هادا قعانتا لغو هايا سورادو وان إدين تسي هادا نوان إدين تسي كرا نين عبدانا لصعودا قناعسيان أودني هادا سورد جيين لكن قناعسي ماهن شاكدو وحاوي وابيوغ بايوغ حسن شيخ محمود إيه مهد صلاة قورتي سوكو جران داقال كالرسمي هبر قدر iyo waxa weey xasan haddu toos u bilowday habar gidirtii markay iyadii si kala dhantaalanba saleeban waxay u saxbatumaayaan sanbaloorsha iyo xasan sheekh maxmuud waxa dhagta loogu sheegay adinku waa joogaysan ku dar abshir buqari oo wasiir dawladda madaxtooyada ah isaguna waxa weey xasan already uu ka soo horjeestay masar waa isaga soo moogid meeshan waxaa loo kala saftay tiim masar iyo tiim suudaan isqirxintan marka hadda socota xataa gudahooda ayaa lambar koow ka ah meesha waa la isdilayaa marka nimankii shalay xaaraanta ku heshiiyey dawladdii maxamed cabdullaahi farmaajo u heshiiyey maantay laba sano ku dhawaad kadib iyagaa iscunaaya waa kan hadda maraykanku uu digniin ka soo saaray uu leeyahay finito la muusika waxa weeye madaxtooyada iyo goobaha xarumaha dawliga ah eraborka war ka fogaada qaraxyo waaweyn baa jira maraykanka digniintii ugu cuslayd watanada uu soo saaray way marka dani meesha ka shaxay waad aragtay dani isagu cid walba oo xasan sheekh maxamuud lagu taakeyn karo uu adeegsanaya mahad salaadna maantay doorashada hal la qabta sababtuu u leeyahay oo galmudug uu qalab qaadanayo waxa weeye
حسن قرشيسي أيو ربا إنو فشليو إيه أه قفي عد إنو كهر قليا دالك الصومالية سيدا حسن أدوني إنتا سواد فهمت صومان مركا والا إسلايهون فإيو دارو وحي هاللابا يهو شايدمان ننكا سوو اعتمو لايف أيان كجرا لصعو آه مركا سيكستويا هاتوا تليفون نضا أيان فورينا ماشا لغشا حيوا ماشاس سعيدني جرين لايت كوسوسي وحيري إمارادو مال جليه بنتلان هداي جلمودو كداي دور شكرنا عايسو الدق دقا حلو بانا دو وكان هدا لقرا ايو اسل جلمودو كمركا دور شادا سيدان لو ابابول ايو لفتا جرين ولا غن نوغي دور شادي سوا افكوري ساقي احمد مدوبي اني صوت توران بعد الرمضان ايال السوق ايا ومعني دور شادو اي قبصدان نمانكي الشباب اها شبه لده هو سيوين بي اسو غالين حالي إلا إيمانتا عيدا ماذا قرن كالصوماليات يدد كاستيت كاسي الدقن وحان أشيغي والا إذن كسو قول قول عيا مؤغي إن لا إذن قادي دونا إنكال حرومها عيدا ماذا سي أي كسو غيهين شبه لده هو سي وحي الدولد أه يا وحي استيت كمعني الدولد ده مامل كأه يان لا إذن قادي إنتا سنوا إنتا آن إذن شيغي لها هدي إلهي أودل أكرر لنقضو مقالة مقدشو هدى عن كلها اللايو هو بيال أيان دعاية هو بيال شاسي وحاوهي وي بلودين أو هدى لو وحان كو شيغا يمرايكن كإنو الدقنين سو ساري بري إي وحي كدن بي وحان كو شيغا الشباب حالي طولي إن أي لفولي أي كاقود بدينا أي أن تدبا ساعدود فقارو دادك إسوكو ييرين سيدا يسمين جرين وي مال مكور وحان كو شيغا مقالة مقدشو إن رق إسقرحية إيو معنيه بابور ووين أو قرحية إيو كوير ير إيو وليب مورترو الدنيا أردن إلا كان صدي مرايكن كورتياني واكو شاكي هدادان إي حقيرينين هدان هو بيا دعاي ناو وحينو واي تسو إي تفسي ناو وحينو شاكي يادادك سومالية قبيل والبو يهين أي مقدشش هو يكو وكي يهدارو دير ديقلي مرفلي دم وذاك فوغادة أو كفوغادة غوباها الدوليقة اه ربور رضا ما يلاها اللي سوغي يمادو إذن كما برينينا سوغي يدا إنا قنع ستان وار ربنا نفت مادين اللي مبت بادين كرو لكن تحدر بانول آمن وور انتاي كي آمن لبيجري مرهور أيو غيريو دي لكن تحدر بانول مدحتو يدا الصوماليا حدا لدقينا يا بلا الصوماليا حدا ناو دقينا صوت يا يقول بيني كرا يا إلا هو حسرات كي أنا وحجارين يا حسرات كي جاب أبقى عاو ما يحتويل هذا الدقينا كصوت ناو دجالك ما هاد صلاة يا حسن شيخ محمد مكوى عدي هاي مسموك ديو كجرا ضل كان سيدي أفغانستان أوكل إنه النقطة شكل ما كان جرا تلفون كفرين قف كي صاقب صناعي وعي حسن شيخ محمود وحو ليا وحو ليه رباها الدودي سيدا او قرشيي لبادا كون لحي لباطنك ما مولادان مركا جوك سيدا او يرادو دورا شادا او قوان ربا وحا ويا كو اكسيدنتي وحان معقول ما ندون كدهي دهان حتى افغانستاني عراق وحي كدع يوكا لوايو ليه ربا افغانستاني عراق دورا شاينا يكدع دي موكتين ماشو كسو كو بيي دورا شو وحا كدع دي سيدا ماركا يسمعني هدا حسن او قرشينا اياه إن هل مالين دالك أردن دور شاي كرد عدو كو أكسيدن تيا الله الدنيا دا مركي لأبورا ويسكو دقن يصومان أطومك بيك بان مركي لقرحين هاي كو أكسيدن تي قرح المرد عيبوها سيدا سودولي يا حسن شيخ محمود إنو قيل كدكتو انترناشنال كميونيتي قو يرادو تي أفغانستان يا عراق أوكلا وحكمت دوانا دالك عن شبابا هايستا والرضي القحسادا هايستا تي أكلان قبرني ما يشي كسورو دان كتنك ناي مركا هادا بطل قران وابنت وقلمودك ما يشي اللي قد قال لما يقلمودك واي to be honest ها إن دور شهد اي كد عدو قلمودك قرقور امرونا لكن صومالي ويقرون تاي قرقور يساو العقمة هاي هادا إنو عبار اسكسي جوج جوجو وربا هدو دي هبا بحي ما دام السليمان لو بلن قاضي إنه يتشوغي يعني إيوه كرسيك عاير كان معنيه أولا صلقو حرايو سعدنا معنيه لغاية وابين آيو سرورنا أن أسود دوانينين هشيس كاسا جرى
هذا ما فهميسه مرك عدوقنا النبات كمل الذي يسدواه عدي هوان كعني أم هوان كعيدي ما هاد صلاة إسكمر لجن جعدان والله قد نجاي أود بالا دول ساري دق عليه دق آه وحنا كبقايا سنبلو الشهد اللوديبي إن ما هاد كأودلو كبقايا ماشوا لسحنايا عانا لسو ما شبايو مدحتوية دالا دقينا يا هبدا ناو أنا أقول الله مدحتوية صوماليا دقينا كسعطة هبدا أنا أقول الله الاسبابين ايا مش وهي قرحية ايا دعي عوضة بقال هذا مقدشو قرحية وي دعين هو بيال وي سعودان شكاد مركو يسوكر كريسا ها أنا قصير دون كأن ميلو البوتشوغا توس وأنا دي سوت بينينا ويا وحن رجينا يا حاجدو والله بالله ويكلو شاي ويا وحن ايه قدونا بل نكال ليرادو فقي وفي انجريسي كوهر الله وصير كأرماها الدبات الصوماليا وصير صدو million and something was صدو displaced yeah distracted and all the bridges most of the bridges of the country was destroyed by the floods and absolutely they affected 1 million people 2.5 million affected these floods and absolutely we need هذين 1 million was supposed to be Russia and Somalia لعق بدنا ربناه فقه وفهمها هي 2.5 مليون بيبل 1 بليون مليون بان الى شيء يا عيال هذين وانا نقول 2 بوينت لاك بدل سي انو هلنو ها قالها او شيك وهي ولا باقتك كو جرى هلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اس ام سي الشعب وان سلام يا معلم واحد مود ما صلاه مركي حلك لا قالي in alertiyo badan oo dhinaca security ka ah ay maarta dawladaha caalamka ay ka iimaanayaan ee runtii horta Mareykanku daqdaqaaqa dawladana uu la socdaa daqdaqaaqa qoloyinka kale oo ka soo horjeedana uu la socdaa marka waxa dareemaysa in Mareykanka uu saadaaliyay isbeddelkii dhacay in khatar badan ay ka iimaan karaan markii oo hadalkiisa la tixraaco khatartii maanta laga digayna isla caawo waxa bilowtay in madaxtooyadii hoobii lagu garaaco meelaha qaarkoodna qarax inay ka dhaceen la sheegayaa sida warbixintu noogu soo gaadayso waxa iska cad marka in qoloyinkii ay is afgaran waayeen dadkii shalay ku midowey 1991-dii maanta hoggaankii dalka inay isku afgaran waayeen oo hadda nin walba waxa uu waayay madaxweynadiisa uu rakabtay sida uu hore noogu sheegay Fahad Yasiin oo adii madaxweynada soo tuur jirtay uu yaqaanaa hadda hadii xilka laga qaadan madaxweynadiisa bilaabato marka waxa waa marqaatinool waa Fahad Yasiin marka siyaasada waxaad moodaa saddex bilood had ka dib Xasan ama qortiisu dhiman doonaa ama kursigiisu ku wayn doonaa sida ay ku socoto wasiirkii hadda uu magacaabay arrimaha gudaha Cali Xoosh waan in majartan ah wuxuu u magacaabay inuu Puntland kula dagaalo Puntland warqad ay soo saartay in ruux kamid ah dawladda federaalka oo xil haya inuu san Puntland soo geli karin waa ka hortaga lagu sameeyay damarka hadii awood loo leeyahay wixii uu magacaabay in la iska mamnuuco qaab hadda uu kula dagaali karo oo awood oo dheeri ah meesha kama muuqato dawladda ilaa hadda dawladda Mareykanka meesha caalamka wada dawladda Mareykanka digniinta hadda ay soo saartay annagana maalmo koor aan naadinaynay digniinta dawladda Mareykanka ma la dhaylsan kara hadda waa dhageysanay mar aad ka hadlaysay in khatar badan ay iman karaan haddana dawladdi waxyaabahaas ku lug lahayd oo siyaasadda Soomaaliya
دنا عكسك دنا عهر مركب الشيجاني سأيا على التصوص عطي مراكن كنا رنتي أرمهن حب بدن بو كهيا ويو سياسة دا أبو وطلعين دنك الصوماليا لما دير سنكلو alert security oo soo saaray waaka isla caawi jawaabtiidi waa la arkay laakiin digniinta laakiin maalmaha soo socda ayaa qotob aad loogu baqaya digniinta heerkan gaadhay xasan intuu kursiga yimaaday dawladda mareykanka soo ma saarin ogaalkaygi in madaxtooyo ee raboro intaba macni laga fogaado waa arin culus arintan marka digniintan ma waxaad isleedahay waxay ku toosan tahay ama ay ku aadan tahay taliyaha xilka laga qaaday oo awalna la sheegay inuu hubiyaash isaga soo tuur jiray waxa noo cadeynay falka si uu u dhacay sababtoo ah mahad markuu joogay waxyaabaha dhacay waxaad moodaa in target ay ahaayeen oo meelo target oo la doonay inay ka dhacayeen laakiin hadda markii xilka laga qaaday muddo gaaban maalmo gudahooda Mareykankiina wuxuu soo saaray alert security waxaana bilowday hooyihii shan la sheegay inuu asaga hore u tuuri jiray ayaa bilowday kharaheena way dow joogan sababtoo ah hadii arintaas ay dhacdo xataa waxaa meesha cadeyn rasmi loo helayaa mahad in meesha lagu ogaa qoloyinka al-shabaab inay meesha ku ogaayeen oo ka qaadistiisina ay aad macnaa ay ka xun yihiin way ayaa meesha soo baxay sadii amniga oo sii kordha amniga darada hadii sii kordha dawladda Soomaaliya la foole iyadaa joogta in 7 saacadood oo xiriir ah makarafoono shabaab ay ku xirtaan xalay ay ka muhaadareeyaan waxna aan laga dhihin maxay tusaysaa taasi horta sidoodiba dawladda xamar gudahiisa xataa meelaha qaarkood waxba kama oga amnigeeda laamigii ku atahay laamiga hadii laga degto waa la iska maamushaa waxaas oo dhan way cad yihiin wax la qarin kara ma aha dayni la dusheedo dhulkaan oo dhan ilaa eelasha dushooda ilaa Igris Valley iyo meelahaas oo dhanba waa la haystaa wax tabar weyn oo hadda oo amni lagu soo karo meesha ma jirto waxay hadda ka dambeeyo isbedelka iman doono ilaahay baa og laakiin qoloyinkii la shaqeynayay iyaga ayaa xukunka u haya siday doonaan ayay magaalada ugu adeeganayaan cid maanta oo maaragtaa oo ayaga oo constraint ku ahaa oo hawshooda kor imaan karta meesha ma joogto way wax walba wax waaye laakiin la foolay ciidamadii oo meesha taagan ayaa shabaab ka muhaadareynaya dadka isugu yeeray haddana dawladdi waxay leedahay caadaan shabaab ku duqeynay markay se macnihi uus weyn aan shabaab ku duqeynay waxa macnihi qawaarij aan leenay maxay marka macnihi taasi ka dhigan tahay waxa weeyaan waa sida aan ku sheego waxaan ku dhahay meelaha ay wax ka dhacayaan waa meelo oo target oo la rabo in dadka laga gado laakiin meelaha muhiimka ah ee caasimadda u dhow magaalada dhexdeeda howlgal laga fuliyo waana la ogyahay ba aqoofan la ogeyn waxba ma qaban karo waxan waa la wada shaqeynayaa macnaa inside job iyo shabaab aaday wada shaqeynayeen shabaab adiga la foola meel fog aad sheegaysaa xamar gudihiisa ay joogaan aan ku dhahay xamar gudihiisa meesha rabaan ay wax ka fulinayaan marka dadkii marin habaabinaya oo indhaha cala loogu shubaa mooyaane meeshan waa kala socotaa macnaa dawladdana ayaga waaye qoloyinka banaanka waxa ka tuurayna ayaga la waa macnaa waa isku milan yihiin way holey oo wareysi dhiibay wuxuu yiri mahad salaad maxkamad baan la fuulayaa waana uu maarkaysay idulmiyay markuu jagada hayay si xun buu ila macaamilay maantay ayaan fursad u haystaa marka in la kala tagay soo ma cadaynaysa meeshaasi horta holey inuu sidaa yiraahdo waa waxyaabo badan in laga iftiimiyo u baahan tahay holey isaga naftirkiisa waxyaabaha uu ku hadli jiray ma waxyaabaha aad u qaldanay ahayd nin Soomaali kale geynayo ahaa hadda hadii mahad salaad oo maxkamad la fuulayna maxkamad Soomaali ma aha inuu maxkamad meel kale oo ka raadsan mooyaan Soomaali gudaheeda maanta cidna cid kale oo hadda u qabanayso oo cadaalad ee meesha ma joogto meeshan holey xoogaa wixii caloosis ku jiray uu nafisayaa mooyaane awood hadda ninkaas uu ku aado dhaqaale hadday tahay hadii waxa ay maaragtaa cadaalad hadday tahay intaba laguma
محكمه هاي دلكا هدي اود وليه محكمه هاي دلتا او عالمي هدو دعوين كروا قار وي قرحيادة دعاية يهوبياشة دعاية سومالي داد انا هاين ايا سمين ايا ميان دي كرنا سومالي دو وحيد هذا ششاي انا هايستا ششاي انا قرحية ما ملايك با سوري ديسا مدافع يهوبياشة اي قرحيادة سو داد سوماليات ماهن او دل كودي يغو جوغا معنى قرح سنعي محالو ايدا ششاي horta sidii dibaqeb waxyaabahan qaraxa Soomaaliya waa lagu way fuliyaan mooyane samayntoodi imaasho lagu soo sameeyaa hataa shaqo kuma laha dad yaro Soomaalida haday isan iyagu fulinin miya la qarxin kara shisheeyaha horta Soomaalida oo dalkeedu la qarxinaayo ogolaatay in ay fuliyaan qaraxyada eed soo iyagu male maxaa shisheey laga rabaa aadi aad aadi aad Soomaalidu wax way hadda dalkan wax ka socdo dhanba sababta ugu weyn ayaga iska leenimaan dalkiis dadku soo hoggaaminin cid sigaar u soo weerar karta ma jiraan kuwan afrikaanta iyo cadaanka meeshii jooga waxay ku joogan magac dawladeedii ku joogan oo dawladda dalbatay qoloyinkan kalena sidoo kale ayagana Soomaali kala soo hor qabtay wax dhanba waa wax Soomaali ay walaaqaysa taasi way cadahay marka dalkan wuxuu ka dumay Soomaali wuxuuna ka dhismilaa yahay Soomaali iyagaana ma arkta ugu dambeyn meesha ay ku dambeyn doonaan la wada arkaya waa laakiin qof dibadda ka yimid kuma dhiran karo inuu dad islaameed oo 24 saac oo amni dar ka sameeyo ma ku dhiran karo ilaa uu ka helo qof wada shaqeyn ilaa uu ka helo marka anaga ma baahiyo noo geysay ma jahliya noo geeyay ma habar mahabar ma erkana ugu soo degan lama garanayo waa dad dalkoodii saan ugu ciyaara aad iyo aad buu mahsan yahay macnihiisa studio SMC Martin noogu ahaa isla markaasna macnihi waxa hadda taagan qaraxyada iyo digniinaha iyo siyaasadaba ka hadlay dawladdii Xasan Sheekh Maxamuud laba sano gudahooda waxa weeye meesha ay caawa joogto waan u wada jeednaa waxaan rabaa Yusuf Wadani inaan soo qabto laakiin waxa ka horeeya walaal isoo wacay oo markaysa mutahliil linta siyaasadda warbaahinta SMC ka tirsan hadda soo dhawow caawada maxaa ku baxay maxali waan ku salaamay caawa waxay baxayeen iyo waxaan xaalad khatar ah ka baxaya wax yar oo dhinka walaalkii hadda fariinta uu noo sheegay waa nin aqoonyahana oo laakiin wuxuu dhahay macnaha Mareykanku wuxuu saadaalinayaa ma aragtay waxyaabaha laga cabsida qabay in xamarka dhacaan waxaad ogaataa Mareykan waxa ma saadaaliyaan markay waxyaabaan weeraray argixisiyo waxa noqdaan waxa weeye actual reporting bay hayaan fix one code ha and all the communication ka whatsapp waxaan oodan waa shirkada Mareykana and waxa la waxaad halka tiraahdo meel buu ku dhaca la soco and shirkadana Hormuud Telecom and satellite antennada globally waxa uu controla oo u maamula shirkada Imaaraadka kana ma taqaanaa yaas kale dushii sare AT&T waa Mareykan marka Soomaali waxa weeye intelligence iyo waxaan sirdoonadu waxaan waxa ay ka ogeyn ma lahan hadda simple show kale oo ma taqaana ay shaqadiisu tahay jabaad hoggaamiye qabiile oo taarood ku duuliyay hawiyi ku duulay degel mirif ku duulay waxa shaqadiisu tahay sigir iyo sirdoon loo dhiibaya marka niyo waxaan nasiib darada inagu dhacday dad iska liita oo low quality ama tayo hoose leh in sirdoonkii wadanka loo dhiibo Fahd Yasiin oo kale een maaragtay nin wuxuu afar isglaas buu dawladdi kor buu qaaday xiriir caalami sameeyay qalab telecommunication buu keenay wax ka soo keenay moogta waxa la wuxuu mahad nin kale oo jiray Fahd Yasiin Haaj Daahir waxa la wuxuu keenay mahad salaad barartay qalab casri ah keenay meesha oo lagu ogaado wax walba xataa waxa weeye detection ba waxyaabo waxa jiray walxaha qarxa maaragtay detection lagu sameen jiray oo lagu faari jiray oo ay xataa wax ma waa technology macna wixii oo dhan waa la rartaniyo marka een meeshan waxaad moodaa dadkan gobolka Banaadir jooga iyo dadkani een waa ummad mashruuc ku jirta waxaadna ogaataa qaraxan ajnabigu lacag iyo fikrad iyo idea u keenaanay waxan een hands on shaqada gacanta kula jira waa Soomaali wadanka Soomaali baa gubtay Soomaali baa wax qaraxisa Soomaali baa baabiisa een aanu qabiil lacid ugu eedeen maayo marka niyo waxaan oo dhan waxa geysanaya waa Soomaali Mareykanka oo ogyahay dad badan baa isweydiiyey waxa Mareykanku ma aragtay safaaradda Siciliga uu dib ugu shidin waayey wuxuu dib ugu shidin waayey waxa way analysis bay ku sameeyeen waayey baareen waxan waxay ogaadeen in magaaladan aan la aheyn magaalada nabadgelyo aan isku halayn karin waayo
هذا بوجن نكان اللي يري هذا ما ركتي على يرى عليه بروفيشنال لكن أنا فرجنا الكل عليه هذا قبيل كي وحي سجوا قليا وهاي دتك يسوي إنه بتسويده الله لش الله وده يقول دتك إنه يكمل ده حصي هالشيء بوجي سانكو أركي معناه إنه من بدنه وإنه من كلا شباب كمل ده ليست حسن ميسكي سلاودي جينو دلعسي وكورنيل كديكو كان كديكو كان كديكو فريد وين والوك تاني باعوستي أو سرتي دولتي يا ولجلدي وحيد الله عوستي مركان يوم ما شرنا بعفش على الشباب مركا يهدي أي ماركتي على الشباب للجيران أو ماركتي قبل كبرنادي الجيران بيش أو ينت بدن كيدو أي نمان كرتبان هاي دتكو ذو حسوق يعني معناها فيري حسوق أنت على شعب كود بحويه تتكن مين مسلم هاي توحيد كاوي بلا أدنى مدى أوي هو يومر رايت أوي تمير كيد الدماء أوي هدينا حتى دين إسلامي ما على كعبش كجيران وين فيريان مارك حقوق الإنسان كا وحني وعقوبة إلى سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بلي آدم وحملناهم في البر والبحر تتكني نمارك تي نسبيت بليهن شرف بليهن وحكست ليهن ما هاي الناس كحسوق سيدي مارك الدجاج بالكجرة مارك واحد مدني هو نمانك مارك إن قدان مارك لكون غضب واحد بهيان وحند مدة إن أريمه هني أذاك واحد مدني كأذاك هاي ما تصل على واحد مدة إنه حسن شيخ هي نمانك شباب وانترميديات كها أما ودلال كها أما وكده حشقيني مركي يسجل طورنا واحد مدائن وسبارد كقال إني من كاويري ورشقيستا مركا إن مارك تي إن ماشان دبعتوه ومن بقصة صعدة هدي وحي غيب كان إله بأوك لكن إني من كان سردو